الخير. السلام عليكم. اهلا. بسم الله. صباح. خويا. السلام عليكم. مرحبا بك. خويا بك عايش خويا. الله يوفقك. أم على مستوى ولاية ريزان على مساحة لقطر بتلبيته ولكن للأسف كما عودتنا جمعية الوفاء للحماية وتخليد مآثر ثورة تحريرية حيث قامت اليوم الجمعية بالزيارة إلى السيد المجاهد كبلوتي بوزيدي والكائن مقر سكنه ببلدية البوني وذلك للإطمئنان على حالته الصحية. تدخل هذه الزيارة في إطار إحياء الذكرى 73 لإحداث مجازر 8 مايو من عام 45-900 و1000 رفقة رجال الأمن لبلدية البوني ورجال الإعلام والأسرة الثورية. المعطي سانسي صدق الله ربي اللي بتعطيه لي نهز وين باش يزوروك ويطلعوا على صحتك ويطمئنوا عليك ونشكرك على الشيء اللي قمت به باش نتحرروا حنا اليوم وربي يشفيك ربي يشفيك وحنا رانا معاك رانا وليداتك كما حررتنا حنا اليوم حتى حنا على الأقل بالدعاء ربي يشفيك ان شاء الله رب العالمين. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إحنا جمعية وفاء لحماية وتخليد مآثر الثورة التحريرية بمرافقة رجال الأمن وكذلك بمرافقة إخواني المجاهدين والأسرة الثورية جينا نزور أحد أبطال الجزائر أحد رموز الجزائر أحد من مجاهدي الجزائر اللي كافحوا من أجل الحرية والاستقلال جانا نزوروه في المنزل لأن حالته الصحية متدهورة كبير السن طريح الفراش منذ مدة طويلة ولهذا أبت جمعية وفاء إلا أن تتحول برفقة هذه المجموعة النيرة زيارة إلى عمي بوزيدي كبلوتي للاطلاع على صحته للاطلاع على أحواله للاطلاع على ظروف الصحية والاجتماعية وبالتالي هذا جينا في إطار أحياء الذكرى 73 لمجازرة 845 وبالتالي الجمعية في كل المناسبات والأعياد الوطنية إلا وتبرمج الزيارات لمجموعة من المجاهدين اللي في السن نتاعهم اللي ما يقدروش يتحولوا وهنا تشوف كبلوتي ظروفه الصحية متدهورة وبالتالي احنا جينا مش باش نكرموه التكريم المادي وإنما جانا نكرموه التكريم المعنوي لأن التكريم المعنوي هو الأساس التكريم المادي مهما كرمناه ما نقدرش نرجع الشيء اللي قاموا به خلال الثورة التحريرية هذا بصفة عامة وشكرا الأثر تاع المجاهدين مرحبا بهم شرف كبير لي شرفني أن يزوروني المجاهدين ولادهم أنت شاركت خلال الثورة التحريرية كفحت بجانب إخوانك المجاهدين كاش ما تتذكر معركة أحكي عمي بوزيدي عمي بوزيدي أحكي لنا معركة اللي قمت بها قمت بها واحدة قاموا بها رجال معايا هاي تفضل وشكون مثلا شكون سمينا منهم بعد الحاج عبد الله تاع ثورة حميد تسوي هرات واش من معركة عمين؟ في وجه الشوك 56 الله يبارك وين جات وجه الشوك؟ سوق هرات
من سوق هراس وش اسمها؟ روحت القلب مش روحة؟ لا 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 ولا الناس قبلة وش اسمه؟ ومدشوكة اللي صارت فيها أكبر معركة في الجزائر بـ700 زلمي الزعرورية؟ الزعرورية مقابلة الزعرورية. نحكي لنا عن المعركة كيفية دارتها؟ والله ما كنتش حاضر ما كتبش على ولدي. لا ولي كنت حاضر لا لا اللي كنت حاضر فيها حكين. أنا كنت حاضر في معركة هنا في جهة قنشرة في واحد البلاصة يقولها قنتيس السطح قنتيس كان يقود فيها شريط الزهر الله يرحمه وعباس الغرور وبشير سيدي حني وحمد المعافي وعرف الطاهر. ما تتذكرش شكون استشهد فيها؟ نعم شكون ما تتذكرش شكون استشهد فيها؟ واحد تعرف استشهد فيها عرفة وتحكم لنا فيها عبد الرحمن الأوراش اسمه أحمد الغول تبليسة هنا حكموه هزوه ثم في الكوبتر دور عين توتا عين توتا ايه مارس مارس 56 ايه واستشهد لنا واحد يقول له احمد والمعركه الثانيه جهه تبسه اللي تبليسيتي فيها وشكون هذا في ظهر الونزه في ظهر الونزه ايه كيف هذه التبليسات بليسه من القوميه القوميه ايه خدعونا بالقشاشم بالقشاشم ايه لابسين القشاشم ولحقونا الشنقوره تاع الونزه ها ضربونا بسلاح سيفيل بليساونا من لورا ولا خسبتوهم مجاهدين يكونوا لابسين الخشايب كيف كيف ولا ولي ضربتوه بالمرضي هذاك تاع الكون تاع فرنسا هذاك ويعرفه هذاك هذاك هنا فكرك سلطاني عمي سلطان سي بوزيد كي ضربتو بالمرتي سانسيس ضربنا خبوشه ضربتو خبوشه وصبنا لكم المرتي ونحن جينا باش نخلصوكم قلتوا عدوا برك خلصت المرتي جبتوه بعود ولا بغل حاشاك ولا كيف جوز بغال وسكسيون تاع مجاهدين جوز بغال خرجتوا به المرتي وجوز فصائل تاع مجاهدين فصيله تبع الفيلق الاول ولا الفيلق تبع 56 56 انت عمر شكاي سي عمر شمام صح زيد هدرنا شويه هدره اخرى كاش ما عندك حاجه اخرى وفي الهجوم تاع القوارد والحمري ما كنتش معانا كنت معاكم ليله ليلتي ها ليله ليلتي هذاك اللي جابوه لنا جديد بصراحه جزائري جابوه ليلتي هذاك جابوه لنا وش اسمه داروا الزرقيني وعبد المجيد الله جابوه المجيد الله هم اللي داروا هم اللي صنعوه هذا مرتي صغير صنعوه جزائريين كي ضربنا به احنا احنا القواد ضربنا به القواد ما نعرفوش طار في السماء وجا مهبط جاي درجح يدرجح وضربت الطياره الاناره جاي وراه قلت واش هو هذا قال لي هذا قلت مرتي كروش انا نقول كيفاش هذا قال لي مرتي كروش كي ضرب نحسبه قنبله تاع صان تحت عندنا ضربوا طار في السماء هو كي طاح تقريبا يهدم واش قدامه هذا مرتي احنا نقول له كرش 400 متر 400 متر
ايوا 400 ملم هذا في الطياره. نعم مع شابو. مع شابو ايه شابو ما يلبس صباط الله يرحم راح معنا في كلاكات اخي شابو. هذيك الليله الاولى اللي ضربنا بال 45 ايه راهم ضربنا عين زانه ب 40 وبي كان الدريجة شابو وفي شد وضبط النيران وش اسمه الله يرحمه اللي كان حاكم كاترون سانك لا توجيه النيران كان وش اسمه خديري الهادي الهادي الخديري ايه ليستانس في أمات خاطر السيل هذا الخضيري او جبت انا جوج مدافع واحد ضرب به صنهاجه وواحد ضرب به نزانه السيل هذا الخضيري 45 ضربوا به من صنهاجه من ناحيه عن الكرمه ورحلوا الهوانات من عند الكرمه حتى الفحيص وهو يضحك اكشافي انت نعم انت اكشافي انا مش واحد جبل صباح كما وصلنا بيع جبل اللي قطعنا كل ولا جاه جبل هذا جبل هذا جوي شلع لع لولاس حلز ولاس دوار بالعيد هذاك اللي دكتور بالعيد هذا اللي به حزب بتاع عنده حد المستقبل هاي حد المستقبل دواره بعد ما لا صار واحد المجاهد ضربوا الحاج الأخضر بكتبي على رجله قال له نصلي تلفت هو وقف وقردف هذاك المجاهد المجاهد الكل يخافوا من الحاج الأخضر قال له الله أكبر هذا حق الحاج الأخضر الله أكبر مرحبا بجمعية الوفاة اللي جات زارت الوالد وكرماته وخدات الشهادات نتاعو على المعارك اللي خاضها وهذا ما يدل إلا على أهمية هذه الجمعية واهتمامها بالأطر تاع المجاهدين وتوثيق الشهادات نتاعهم ما علي غير نشكرهم كاملين بالمجاهدين بالمساهمين فيها بالشرطة اللي جات ساهمت معهم وجات حضرت هنا هذا اعتزاز وافتخار لنا وللوالد نتاعي راو فرحان ياسر وراو معتز ياسر 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 بالكثير بهذا الاهتمام وبهذه الزيارة دي. السلام عليكم. نشكركم كي جيتوا على جال حضرتوا للحاج على في هذه المناسبة ونشكر الجمعية ونشكركم الكل والحمد لله أنكم تفكرتوهم وإن شاء الله تعملوا هذا الشيء كل مع المجاهدين وكل باسكم ما بقاوش ياسر إن شاء الله إن شاء الله هذه تكون بداية خير وبداية حاجة ملاحة للدولة هذه وللشعب هذا وللمجاهدين وكل وللتاريخ إن شاء الله يا ربي. والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. بهذه المناسبة السعيدة التي جاءت جمعية حماية أثر الثورة لزيارة مجاهد من الرعيل الأول بوزيد الكبلوتي وبفضل الشهداء والمجاهدين والمواطنين المخلصين قد أقبرنا نعش الاستعمار من وراء البحار تحيا الجزائر ورحم الله الشهداء وشهداء الواجب الوطني وشهداء سقوط الطائرة العسكرية بمنطقة بفريق الرحمن الرحيم. أنا هنا عند المجاهد الكبير كبلوتي بوزيدي باسمي وباسم رجال شرطة نتقدم بكل إخلاص ووفاء عشي اللي قام به في الثورة الجزائرية ونشكر المجاهدين اللي كرموه جاونا وكرموه باسمي باسم الشرطة ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل
وربي يشفيه ان شاء الله. من الرحيم. باسمي باسم رجال الشرطة تقدمنا لزيارة المجاهد بوزيدي كبلوتي ونتمنى له الشفاء. رحيم. اليوم احنا عند جارنا المجاهد الأكبر كبلوتي بوزيدي ونطلب له شفاء. هو كأب اللي كان لينا ونعتزوا بالجورة تاعو، راهو بيت 30 سنة ومعنا هنا، ربي يبارك وربي يجيب له الشفاء إن شاء الله وجميع المجاهدين. كمال ابن شهيد، وكي نقول ابن شهيد يعني واحد من الرفقاء كما عمي كبلوتي اللي قال لي أنت ابن شهيد، لأن بابا كان قبل ما يكون شهيد كان مجاهد. وهذا واش نقول هذا راهو بابا مش هو عمي كبلوتي، هذا راهو بابا وعمي كبلوتي هذا راهو بطل في وقت الثورة وبطل في وقت الاستقلال، راهو يعني نقولوا ربي يعزو، هذا ما حنقوله والحمد لله وبارك الله. الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا شرف عظيم أن نكون في هذا التواصل بين جيل الاستقلال والجيل اللي حرر البلاد، وعلى ومن بينهم عمي كبلوتي المجاهد المعروف بجهاده والذي شهد يعني في قصص مع عمي سلطاني كذلك المجاهد اللي راهو شاهد عدة معارك. احنا رانا إن شاء الله نحاولوا بقدر الإمكان مع جمعية وفاء وعلى رأسها سي عبد الرحمن حميرية أن نتصل بكل المجاهدين، وفيهم اللي اتصلنا بهم وتوفوا رحمة الله عليهم، ورانا الآن متواصلين في هذا الطريق حتى نسجل التاريخ من أفواه المجاهدين، التاريخ الحقيقي وليس التاريخ المزيف. وكذلك بالمناسبة هذه نشكر العائلة التي استضافت مجموعة هذا الفريق، ونشكر كذلك الشرطة السيدة والسيد، نشكرهم على هذا التلاحم بين رجال الأمن وبين المجتمع المدني، وحتى نمدوا صورة صحيحة للناس بأن رجال الأمن من شرطة ودرك وجيش وكل راهم هما ركائز الدولة. كنت وحدي وأنا حابة المجاهد وأنا ذات قلبي مع المجاهدين، درت معاه وقاس وجبت أولاد وجريت موحدي والحمد لله، وهو كان في الحمد لله عشنا حياة سعيدة. شوية تعذبت مع وليداتي مي الحمد لله ما عمل لي حتى مشاكل، وانا تاني ولله للوقت هدار انا معزز مكرم في وجهنا كي هو كي وليداته كي كل الحمد لله كي صلح لي وربي في وليداتي باش نكرمك. انت كرم المادي ما عنده حتى معنى، وفي الأخير تبقى هذه المبادرة الطيبة التي تدخل الفرحة والبسمة في قلوب الأسرة الثورية من كبار السن والمرضى، وهذا ما تهدف إليه جمعية الوفاء والتي تنتظر الدعم المعنوي من كل الفاعلين في الساحة الوطنية لمواصلة برنامجها المسطرة في خدمة تخفيف لما قام به عمي كبلوتي من تضحيات في سبيل استقلال وحرية الجميع.